مستمعينا الكرام صباح النور عليكم، صباح الخير، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميغ راديو وبرنامجكم صحة وسلامة. صباح صحة وسلامة للجميع، بداية أسبوع موفقة، الله يجعل هذا أمطار أمطار الخير علينا جميعا، وتكون إن شاء الله أيام مباركة ومفترجة بإذن الله علينا جميعا. فصباحكم مبروك وبداية أسبوع موفقة. وكالعادة اليوم معنا الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية. صباح الخير أستاذ محمد. تحية لك أختي سكينة، وتحية لفريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أمين يا رب، تحياتي لك وبداية أسبوع موفقة بإذن الله. شكرا جزيلا، وأمطار مباركة علينا جميعا يا رب إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ محمد الحليمي، غنواصلوا الدردشة ديالنا دائما على القطاني، وسبق وتكلمنا بطبيعة الحال على يعني استعمالنا القطاني في هذه المناسبة هذه أو في هذا الفصل، هذا تيكون استعمال يعني اللي واضح ما هو متوارث، يعني أنا ما غنقولش استعمالنا القطاني والحبوب في هذه الفترة في السنة كيكون كثير بزاف، حتى أنه كثير من الناس كيبقاو ديا عرفتي شنو، غنديروا واحد شوية الحريرة باش نسخنوا، غنديروا الرز بالحليب مثلا، غنديروا الحسوة بالشعير، غادي نديروا اللوبيا، نديروا العدس، غنديروا الفول، الجلبانة، البصارة إلى غير ذلك. فهاد الأمور كلها حاضرة في هذا الفصل اللي هو فصل الشتاء، داتنا الى اي حد كتحتاج يعني لهاد المواد هذه من قطنيات ومن حبوب بطبيعه الحال. نعم، هو اكيد في هذا الفصل البارد والثقافه الغذائيه المغربيه ما كانش فيها الرز والحليب، هذه شحال راه عاد المغاربه ولاو كيديروا الرز والحليب. الثقافه الغذائيه المغربيه تماما كان فيها الشيشه وكان فيها بزاف ديال الامور، وهذا هو الهدف من البرنامج هو ان نوضح هذه الامور هذه. الوغ للقطاني كما هضرنا في الحلقه الماضيه، اليوم ان شاء الله اللي غنركزوا على القطاني غنركزوا على الجانب الصحي اكثر، غادي نعطيو شنو الفوائد ديال القطاني. والقطاني كيعرفوها المغاربه، اللوبيا، العدس، الفول، الجلبانه، ما دخلش الصوجه، انا ما كندخلش الصوجه، والفوائد اللي غنهضر عليها اليوم خارج الصوجه، ما دخلش مع الصوجه، زائد الفوائد اللي غنهضر عليها اليوم القطاني واللي كنسميوها حنا القطنيه اللي كتكون بلديه بهذا المصطلح هذايا. الوغ كنا شفنا في الحلقه الماضيه اللي قلنا غادي نشوفوا الجانب الصحي، وغادي نشوفوا واحد المشكل كبير جدا الذي يعيق استهلاك هذا القطاني، واللي فيه واحد سوء الفهم كبير بزاف، هو المساله ديال لي غاز، المساله ديال الغازات وعلاقتها بالقطاني. وهذه المساله غادي نوضحوها بالتفصيل، لان غادي نشوفوا باللي هذا المشكل ديال لي غاز اولا كيكون على مستويات، اما الاختيار ديال القطاني، اما الطريقه ديال الطبخ، واما الطريقه ديال الاستهلاك، يعني الطريقه ديال الاكل. اما باش نقولوا القطاني كدير لي غاز ونخليوها على ود انها كدير هاد لي غاز هادو، غادي نوضحوا هاد المساله ان شاء الله باذن الله، نتمنى انها توضح للمستمعين والمستمعات. قلنا في الحلقه الماضيه القطاني عنده فوائد كبيرة ماشي غير على الكائن البشري، كذلك على الكرة الأرضية. علاش؟ لأن يعني الناس اللي كيديروا الفلاحة كيعرفوا بارمي لي كاركتيريستيك بوتانيك ديال القطاني، هو أنها كتدخل في لا غوتاسيون كولتيغيل. شناهي لا غوتاسيون كولتيغيل؟ بحال مثلا هذا العام غادي نزرع أنا الزرع، العام اللي وراه ما غاديش نزرع الزرع، لأن يعني إلا زرعت الزرع هذيك الأمراض غادي يستمروا. شنو كندير أنا؟ كندير نوع من القطاني، اما العدس اما اللوبيا. علاش؟ لان يعني القطاني في القاع ديالها في الجدر ديالها كاين واحد لي نوديل كيتسموا لي نوديل فونكسيونيل، هادوما كيكابطيو لنا الازوت، كيشطوا الازوت. يعني انت ملي كدير القطاني، شوف سبحان الله، ملي كدير مثلا ملي كدير القمح، القمح يستنزف الارض من المعادن، مع العلم مع العكس ديال القطاني، القطاني تخصب الارض، كتعطيها الازوت كتشدو من المناخ وكتفيكسيه في هاد لي نوديل وكتحطو وكتخلي الارض فيها واحد الخصوبه عاليه جدا، وبالتالي القطاني كنربحو موراها الربح كيكون مضاعف. اذا كنربحو اننا كنستهلكو هاد الماده، وغادي نشوفوها وعلاقتها بلا تيغموجينيز، يعني هاد البرد اللي كنعانيو منه دابا وهاد البرد اللي كاين دابا، شنو الدور القطاني؟ انها كتحكمنا في واحد العمليه ديال لوميوستازي، ديال التوازن ديال الجسم، كيديرها كتسمى لا تيغموجينيز. لا تيغموجينيز هو كيفاش الجسم كيحافظ، لان حنايا ذوات الدم الساخن ماشي بحال الاسماك، الاسماك تسمى بذوات الدم البارد، يعني الحراره متغيره حسب الماء، حنا لا، حنا عندنا الحراره من 36 37 ونص، يعني هذه هي درجه الحراره اللي كتتم فيها العمليات الفيزيولوجيه. وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو الدور القطاني في انها تحافظنا على هذا انتاج الطاقه داخل الجسم اللي حنا ما احوجنا ليها في هذه البروده هذه. اذا قلت انا القطاني هي صديقه البيئه،
القباني هي صديقة الفلاح. علاش؟ لأنها كتعود عليه بالنفع أولا في الجانب الصحي، ثانيا في الجانب ديال خصوبة الأرض، أنها كتخصب الأرض وكيعاون كتعاونه ما يسمى بلا غوطاسيون كولتوريل أو الدوران ديال هذا الجانب الفلاحي. القطاني عندها واحد القيمة اللي هي اقتصادية عالية، عندها واحد الرمز، والدليل هذا هو أن جميع المناسبات كان نتحدث عن اليوم العالمي إلا استثناء في هذه السنة ديال 2016 اللي دازت، كانت السنة العالمية للقطاني. إذا الهدف من هذه الحلقة اليوم هو أننا غادي نشوفوا مع هذا البرد اللي كاين شنو كيخليو القطاني أن الجسم ديالنا يحافظ على الحرارة ديالو، شنو الفوائد العامة ديال القطاني، لأنها القطاني هو واحد الموضوع ضخم جدا. مي كنقولوا الفول واحد الموضوع ضخم جدا، مي كنقولوا العدس كذلك، مي كنقولوا اللوبيا كذلك، مي كنقولوا الجلبانة كذلك، واخا للأسف السوجا هو موضوع تم تضخيمه بقدر ما هو انا غادي نشوفوا بان اللي كاين في الصوجه 10 منها كاين في الفول، اللي كاين في الفول الفول المغربي، وبالتالي القطاني هي واحد القيمه عاليه جدا. غادي نشوفوا الفوائد الصحيه ديالها قدر الامكان، لان الفوائد وان تعد نعمه الله لا تحصوها، ولكن نحاولوا نحصروا بعض الفوائد في هذا المشكل ديال القطاني، ونربطوها ان شاء الله بالجانب ديال البروده اللي كنعانيوا منها الان، اللي مما احوجنا اننا نعطيو الجسم واحد الطاقه اللي تخلي الجسم يحافظ على هذه درجه الحراره الثابته. نعم. يعني انا ربما استاذ محمد الحليمي كثير من الناس كيتسائلوا على طريقه طهينه لهذا يعني للقطاني، ربما دابا المتعارف عليه يعني باستثناء العدس، اللوبيا كخصنا نفزقوها، الحمص مثلا اللي غندخلوه مع المرقه ولا في الكرعين ولا خصو يتفزق، جلبانة كذلك أو الفولي اللي بغينا نديرهم في البصره خصهم يتفزقوا ويبقاو فازقين. فهاد الطريقه ديال الطبخ واش هي مزيانه وكتعاون، ولا يمكن خاص يكون تعديل معين او نرجعوا لطريقه معينه؟ جيد، انا ما غاديش ننطلق من طريق من طرق الطبخ اللي كاينه دابا، لان الجيل اللي كاين دابا والجيل ديال الطباخين اللي كاين دابا يجب عفاكم ردوا الاعتبار للاجيال اللي فاتت منا واللي استفدنا منها. ما نبقاوش نهمشوا الطرق الطبخ اللي الناس استعملوها ونضربوها عرض الحائط. غادي نشوفوا المثال اليوم بسيط جدا، المثال ديال القطاني، ما غاديش نشوف انا طرق الطبخ العاديه، غادي نرجع لطرق الطبخ القديمه. قديما في قديم الزمان كيفاش الناس كانوا كيطبخوا القطاني باش ما كيكونش عندهم غازات وباش ما كيكونش عندهم بزاف الامور، باش نحسموا في هذا الموضوع ديال الغازات اليوم. علاش؟ لان يعني غادي نعاود نقولها، راه قلتها ميران وتكرا نعاود نقولها، كاين الناس اللي كيقول كيمشي عند المختص كيقول له عندي لي غاز، كيقول له كتاخذ القطاني كيقول له اه، كيقول له حيد القطاني، كيقول له النعناع كيدير لي غاز كيقول له حيد النعناع. ولينا الان كنشوفوا حالات كيقول لك الماء كنشرب الماء كيدير لي غاز، غادي نقول له حيد الماء. اذا ماشي بهذه الطريقه، هذه الطريقه اللي غنهضروا عليها اليوم هي طريقه علميه باش اننا نبرؤوا. اليوم عندنا براءه ان شاء الله، غادي القطاني غتخرج براءه من هذه الغازات اللي كاينه دابا، باش كومسا هكا نكونوا الجانب العلمي لابد اننا نتطرقوا ليه، لان الله سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، الله سبحانه وتعالى كيقول والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني اولا خصنا نعرفوا بلي القطاني، وكنهضر على القطاني البلديه، العدس البلديه المغربيه، اللوبيا المغربيه، الفول المغربي والحمص المغربي. الوغ هذا القطاني هذه هو غذاء موزون فيه واحد القيمه عاليه. القطاني شنو سميتها؟ سميتها اللي كنسميوها حنا بالفرنسيه لي ليغيوم ساك. علاش ساك؟ لان ما فيهاش نسبه الماء. اذا حنا باش نبغيو نطيبوها خاصنا نرجعوا لها واحد النسبه ديال الرطوبه ونسبه الماء. اذا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نشدوها ونفزقوها كما كنقولوا ولا نخمروها. مثلا غادي نطيبها انا في 10 الصباح، خاصني نحطها في 10 الليل. هذه النقطه الاولى، هذه كانوا كيديروها الناس والحمد لله مازال الناس كيديروها اليوم. غير هو فاش نحطها انا، وهنا مساله مهمه جدا، عافاكم كنتمنى من المستمعين المساعدة تركزوا معايا، لان هذا الشيء هذا هو اللي كيجمعنا، لان ذاك الغازات هي واحد اجتماع ديال العديد من العوامل. اولا الاختيار ديال القطاني، ملي تمشي تشري العدس تشري العدس المغربيه باش تشجع المنتوج المغربي، والمنتوج المغربي عنده قيمه عاليه والثمن ديالو واخا غتلقى الثمن زايد، دابا راه 20 درهم، انا شخصيا خديتها البارح ب 20 درهم، الثمن ديال العدس بلديه مغربيه كيبيعوها الناس، الوغ راه الناس كعارفين العدس اللي ماشي مغربي، انا كنهضر على العدس المغربيه والفوائد اللي انا نهضر عليها على العدس المغربيه، كذلك اللوبيا كذلك القطاني الاخرى، نخطروا الناس كيقول لك اللوبيا بلديه كتطول في الطياب.
سي نورمال غادي تطول في الطياب بارابور الاخرى. علاش؟ لان احنا اليوم عصر السرعه، وغادي نشوف انا المساله ديال الطياب فيها واحد المشكل كبير جدا اللي كيسبب لنا هاد الغازات. اذا باش ما نقولوش بلي القطاني بصفه عامه كتسبب لنا الغازات، حنا مين نخمروا هاد القطاني مين نحطوها تفزق في الليل خاصنا نديروها في واحد الاناء اللي هو واسع، كاينين الناس اللي كيشدوا واحد زلافه ويدير فيها شويه ديال اللوبيا ويكب عليها الماء ويخليها في داك شنو كيوقع؟ هذيك اللوبيا كتبقى تشد الماء وتنفخ، الاخوان كيعرفوا هذه المساله، هذه كدير غير شويه اللوبيا كدير لك بزاف كتبقى تنفخ ما كتلقاش لاسباس ما كتلقاش الفراغ فاش تزيد تنفخ كتحبس. المشكل الاول. اذا انا مي غنبغي ندير مثلا نص كيلو د اللوبيا غنطيبها للاسره ديالي خاصني ندير واحد البانيو كبير ونغطيها بالماء كاريمون ونزيد شي شويه الماء باش هذيك اللوبيا تلقاها فين تشرب الماء وتوسع. هذا الخطا الاول. الخطا الثاني يعني الخطا الاول كيمشيو الناس كيخطروا هاد القطاني ولا هاد المسائل هذه اللي هي ماشي بلديه، الوغ مي نبغيو نخمروها او نفزقوها نديروها في واحد الاناء اللي هو يكون اناء واسع بزاف. نجيو المساله ديال الطياب. المساله ديال الطياب الناس شنو كيديروا عاده؟ وهنا انا كنتمنى من الناس اللي بعض المجتهدات والمجتهدين اللي كيديروا قنوات على يوتيوب، هادشي هاد التفاصيل اللي خاصنا نعطيو للمستمعين والمستمعات. يعني الا كان شي شويه الحداقه راه خاصها شويه الاجتهاد، راه ماشي غير هاد المسائل هادي راه نعطي انايا للمستمع ولا هادي خاصني نعطي واحد الاشياء اللي هي اشياء دقيقه، سينو نمشي نتجه لمجال اخر مثلا اي مجال. الوغ انا مين نبغي نطيب شنو اللي كيوقع؟ الناس كيبداو كيديروا العطريه من الاول وكيديروا مطيشه من الاول، شنو كيوقع؟ هذاك لونفلوب ديال كذا بصفه عامه، اللوبيا، العدس، الحمص، مثلا خدينا اللوبيا، هذاك لونفلوب، هذاك الغشاء ديال اللوبيا ما خاصوش يتقاس بواحد الماده اللي هي فيها لاسيديتي اللي هي حامضيه، مثلا مطيشه. كيبداو الناس بالبصله هي الاولى بمطيشه، شنو كيوقع؟ كيوقع واحد تصلب المنطقه الداخليه، الوغ كطيب هذيك اللوبيا ولكن من الداخل كتلقاها ما طيباش، او لا تصلب المنطقه الخارجيه، كذلك الملح. الوغ الملح القطاني لا يضاف في الاول، المطيشه ولا الطماطم في القطاني لا تضاف في الاول، العطريه لا تضاف في الاول، شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نشدو هاد القطاني ونحطو على الطيب واحد تتوصل 60 50 درجة، نجهدو عليها العافية والطيب توصل واحد عين حرارة توصل 50 60 ونقصوا العافية كاريمون. الناس غيسولوا كيفاش الناس كانوا كيديروا في قديم الزمان، والناس اللي عندهم الأجداد ديالهم الله يعطيكم الخير سولوهم شنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيشدوا جوج طاوات، الطاوة الأولى كيطيبوا، شوف الناس كيفاش كانوا اذكياء، كانوا كيشدوا الطاوه الاولى كيطيبوا فيها القطاني بلا حتى شي حاجه، وكيشدوا الطاوه الثانيه وكيطيبوا فيها هذيك العطريه وداك البصله وداك مطيشه وداك الشيء اللي غيديروا فيه ويزيدوا المليحه، داك الشيء اللي غيديروا مع اللوبيا. حتى كطيب اللوبيا وتوصل للمرحله الاخيره عاد كيزيدوها. اذا مشي بهذه الطريقه هذه، بالاختيار يكون بلديه، زائد نديروها في واحد الاناء يكون موسع باش تشرب، زائد بهذه الطريقه هذه راه يكفي تزيد غير مطيشه في الاول، لاسيديتي ديال المطيشه كتخلي لك هاد الطياب ما كيكونش مزيان وغتعطيك لي غاز من بعد. اذا هاد التقنيه هذه تمكن اننا نقصوا واحد النسبه كبيره من الغازات لان فزقناها المرحله الاولى. القطاني المغيره وراثيا اللي ماشي بلديه فيها نسبه عاليه من لي غاز، هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه هي الطريقه ديال الطبخ، الطريقه خاصها تكون طريقه ديال الناس القدامى، هادشي ماشي انا اللي كنقولو. ربما يعني في هذه الحاله استاذ محمد الحليمي يعني مي كيتسمى مي كنسلقوها، الا بغينا نقولوا كنسلقوها تماما كتسلق وكتشرمل، كتكون عندها يعني الفائده ربما ونستافدوا من ديك الفوائد ديال ديك الخضار اللي كنديروا ايضا حتى ديك القطنيه بواحد الطريقه اللي كتكون افضل واجود. يعني انا اللي بغيت نركز هو ان القطنيه خاصها تسلق بوحدها عدد شحال، والعطريه ديالها خاصها تدار بوحدها. نشدوا الاناء الاول نسلقوا فيه اللوبيا مثلا، والاناء الثاني نصوبوا فيه هذيك العطريه ذاك البصله، كاين مثلا اللوبيا اللي غيزيد معها خيزو، كاين اللوبيا اللي غيزيد معها بطاطا حلوه، كاين اللي مثلا العدس غيزيد معها القرعه الخضراء، كل واحد وشنو كيزيد. غير هاد الجزر ولا هاد القرعه ولا هاد ولا الطماطم عندهم واحد الطابع حمضي في البي اش ديالهم في القدره الهيدروجين، سو كيف ما كنزيدوها وكنزيدوا الملحه شنو كنديروا؟ كنديروا واحد شوك، واحد ديال هذا لونفلوب ديال هذا القطاني، ذاك الغشاء ديال القطاني، وكتسبب لنا مشكله اولا على الطياب ما كتعطل بزاف، ثانيا انها الى طابت كتولي مرمله، وهذا ماشي هو الهدف، ما خاصهاش تكون مرمله وما خاصهاش هذاك لونفلوب بالدارجه يتفرقع، خاص ذاك لونفلوب يبقى ذاك اللوبيا شاده راسها. بهذه الطرق هذه ذاك لونفلوب كيبقى شاد راسه
واللوبيا كطيب مر مضره ومن الداخل، زائد اننا ما غناكلوها من بعد ما غتعطيناش واحد الغازات. اذا شوف ها هو الاختيار ديال النوعيه زائد الطريقه ديال الطبخ، زائد من بعد غادي نهضروا على الطريقه ديال الاكل، لان المغاربه كياكلوا بالزربه اذا هما كيمضغوش. هادو هما بجوج هاد العناصر، الجوج ديال العوامل في الاكل زائد العامل ديال الاختيار ديال القطاني زائد العامل ديال الطبخ كافي انه يخلي هاد القطاني في قفص الاتهام عند المغاربه باش ما يبقاوش ياكلوها. داكشي علاش ارتئينا اننا نهضروا على هاد المسائل هذه باش نبرؤوا هاد القطاني من هاد الادعاءات لانها كتسبب لي غاز وهاد المشاكل هذه. نعم. عندي سؤال استاذ محمد الحميد قبل ناخذ مكالمات المستمعين. كثير الناس كيقولوا انا ما ناكلش القطنيه بالليل كتزيد في الوزن، صحيح ام خطا؟ جيد، هذا سؤال مهم جدا. القطاني لا تؤكل في الليل. لان شوف سبحان الله، احنا عندنا في الجسم ديالنا لا كرونوبيولوجي او لا لو ريتم سيركاديان. الجسم ديالنا ما كيقومش باي عمل في اي وقت. مثلا الكورتيزول كيكون في الصباح بكري، الفالونتولين كتكون في نهايه اليوم، الميلاتونين كتكون في نهايه اليوم، السيروتونين كتكون في نهايه اليوم. يعني الهرمونات ديالنا كذلك لا تفرز في اي وقت عبثا هكا. الوغ القطاني يستحب انها تكون في الفتره ديال الظاهره، في الفتره ديال الظاهره اللي كيكون الهضم جيد، لان احنا لا 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 الامعاء ديالنا حنايا راه حتى هي عندها مثلا التسعود مثلا ملي كتاذن العشاء الامعاء كتدخل في سبات. الى عطيتيها القطاني راه ما غيكونش هضم لا في المعده ولا في الامعاء. داكشي علاش كيقول لك انا الا كليتها في الليل كتثقل عليا. داكشي علاش العمل الانزيمي كيكون، لان القطاني كتحتاج واحد عمل انزيمي كبير جدا. الا خدينا القطاني البلديه ما لا ترهق الجسم، الا خدينا القطاني اللي ماشي بلديه كتستنزف الجسم انزيميا، وهادشي اللي كيوقع الناس باش كيسبب لهم لي غاز. اذا القطاني كنحصروها في الفتره ديال الظاهره في الاستهلاك ديالها باش يكون عندنا واحد القوه ديالها. الا داروها الناس مثلا واحد شويه مثلا ديال الحمص ولا ديال العدس مع الحريره راه كيجيك غير واحد شويه، بالنسبه لي انا ما كاينش مشكل. اما اذا كانت كوجبه رئيسيه يستحب ويستحسن انها تستهلك في الفتره ديال الظاهره الى حدود العصر، ما كاينش مشكل. نعم. ناخذ معنا مكالمه استاذ محمد الحليمي من مدينه الدار البيضاء. معنا لاله خديجه، صباح الخير يا لاله. السلام عليكم سكينه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. دكتور الحليمي اهلا وسهلا، جزاكم بخير على هذا صراحه على هذا البرنامج القيم. شكرا. نخليك استاذ حليمي بالنسبه لي انا عندي مشكل الغازات. نعم. لما كنستهلك هكا القطان بعض الاحيان كنصاحب مباشره موراها شي كاس ديال النافع ولا كاس النافع. نعم. وبعض الاحيان كنستعمل وقت الغداء مثلا قطاني وكندير هكا البقوليات بحال البيزا ولا لي زيبيناغ ولا السلطه. واخا. كديري خميره بلديه؟ اسمح لي؟ كنت الحلقه الماضيه على المكونات ديال القطون وقلت القطاني مهم، الله يخليك مثلا ممكن نعطيو الاغذيه اللي نقدروا نصاحبوا القطاني باش نتفادوا ذاك النقص في غذاء خلايا الغدروف. اسمح لي عافاك، واش كديري خميره بلديه؟ كنديرها سيدي. اه شحال تقريبا المده دابا؟ كنت قلت لك انا في حصه ماضيه كان عندي مشكل ديال البواسير والحمد لله بديت نستعمليها والحمد لله كانت نتيجه جيده الحمد لله وشكرا. داكوغ. كنت كنتدلع عليها تقريبا دابا شي 4 شهور يعني ما قطعتهاش نهائيا. داكوغ. كي كديري طيبي مثلا اللوبيا ممكن تعطينا مثلا الا بغيتي طيبي اللوبيا كي غديري لها؟ انا كنرقدها في اللي في حماس عندي كنطيب في حماس. كنرقد الطين كنرقدها فيه كنعمر عليها اللي في الماء حتى كتكثر الماء مزيان وكنطيبها كندير لها واحد نص القاع كنخليها شويه طيب. شنو كتزيدي معاها؟ عاد كنديرها شويه طيب عاد كنضيف ليها باقي اللاده. داكوغ. ها هو الاختيار ديال هذه النوعيه هذه كتجيبيها بلديه؟ بعض على حسب السوق اللي حدايا، بعض الاحيان كنلقى البلديه بعض الاحيان العدس كنجيبو بلدي 100%. ولكن اللوبيا اللي كان بعض المرات كنحتار فيها. واخا. مرحبا تفضل استاذ محمد الحليمي. نعم كاين المشكل اللي قالت الاخت ديال لي زيموغوي ديال البواسير. راه مشكل غذائي 100%، الناس اللي عندهم البواسير الله يعطيكم الخير ديروا الخميره البلديه. الاخت يعني البواسير من المشاكل اللي كتحل مباشرة لما كنبداو الخميره البلديه، هذه مسائل يعني مسائل لأن البواسير هما العضو هو امتداد ديال الجهاز الهضمي، ومن كيولي فيه الجهاز الهضمي كتولي ما كتبقاش كونستيباسيون ما كيبقاش قبط، والخميره البلديه أول ما كدير في الجسم ديالنا كتحيدنا المشكل ديال القبط، والقبط تقريبا 40% ديال الأمراض العصر اللي كاينه دابا السبب ديالها مشكل ديال لا كونستيباسيون، لأن كيجيو عندنا المرضى كتقول له شنو عندك كيقول لك كل شيء إلا القبط
ما كيقدرش يقولها لك لان ربما كتعتبر طابو من طابوهات ولا هذه كل واحد شنو كيعتبرها، مع العلم انها مساله مهمه جدا. بالنسبه للاخت انها قالت لا 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 اولا الاختيار، الاختيار الله يعطيكم الخير، الاختيار ضروري يكون اختيار ديال القطاني البلديه، ما يمشيش تشري عدس، تشري عدس بلديه، الا ما لقيتيش العدس بلديه خذ حاجه اخرى من غير هذا العدس. الا ما يمشيش تشري شري القطاني ولو اللوبيا، قول خاصني اللوبيا البلديه، الا ما كانش اللوبيا البلديه هذاك النهار هذاك ما نديرش انا القطاري، ندير سمك ولا ندير اشياء اخرى باش هكا نحسموا في هذه المسائل، لان المشكل ديال لي غاز ليس بمشكل ديال القطاني، راه القطاني بريئه كل البراءه من هذا المشكل ديال لي غاز. علاش؟ لان لي غاز في الجسم ديالنا، الجسم ديالنا خاصنا نعرفوا بلي عندنا 2 كيلو ديال لي باكتيري في الامعاء، 2 كيلو ديال البكتيريات. بالنسبه للاخت قالت بدات الخميره البلديه 4 شهور غير كافيه تماما، غير كافيه تماما، الوغ مازال خاصك واحد عام وعام ونص عاد ممكن نهضروا على واحد ليكيليب ديال الميكروبيوت على مستوى الامعاء. اذا هذه المساله هذه مهمه جدا. يقدر يكون الاختيار ديال القطاني جيد، يقدر يكون طريقه الطبخ باللي هضرنا عليها جيده، ولكن كنوصلوا للمشكل الاكبر هو المشكل ديال الهضم. اذا الاختيار والطبخ والهضم. الناس اللي كنبداو ناكلوا دابا عادة الكائن البشري في القرن 21 مع هذا المشكل ديال السرعة اللي ولا دابا، الناس ما بقيناش كان أولا الأكل بالسرعة، إذا شربتي غير بسرعة يدير لك لي غاز، إذا ما شربتيش عليه ثلاثة دفعات يدير لك لي غاز، يعني لي غاز راه ممكن يجيبوا لنا الناس كيقول لك أنا كنشرب الماء كيدير لي لي غاز. علاش؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خلى لنا آداب الشرب، ملي كنبغيو نشربوا من ضمن ما خاصنا نشربوا خمسة الحاجات، ألوغ نجلسوا نشربوا باليد اليمنى، نشربوا على ثلاثة دفعات، نقولوا بسم الله ونقولوا الحمد لله. ألوغ هذيك ثلاثة دفعات مهمة جدا، أنت ملي غتشد الماء وغتشدها من الأول بحال شرب البعير ولا تشربوا كشرب البعير، ألوغ أكيد غادي يكون عندك لي غاز، ملي كتشرب على ثلاثة دفعات هذاك الهواء كيخرج. هكا عاوتاني الناس اليوم الآن كياكلوا بسرعة، والاكل بالسرعه شنو كيخلينا؟ كيخلينا نسرطوا حتى الهواء، كيدخل حتى الهواء. شوف غير الدري الصغير كيكون عنده لي غاز، علاش؟ لان كيكون حين كيكون السكر اللاكتوز زائد ان الطفل كيكون ذاك الماملون ديال الام ديالو، التد ديال الام ديالو الا ما شدوش مزيان كنبقاو نسمعوا واحد الصوت الطفل ملي كيكون كيرضع. هكا حنايا هذه السرعه ديال الاكل اللي ولات عند الكائن البشري الان، السبب الاول وراء هذه الغازات اللي كاينه دابا، وهذا هو اللي كيقول الناس انا كنشرب الماء كيدير لي لي غاز، زائد المضغ. كاينين الناس اللي كيمضغوا 3-4 المرات كارثي، يعني الناس اللي كياخذوا على الاقل الله يعطيكم الخير غير القطاني تكون على الاقل واحد 25 مره ولا 20 مره، وشوفوا الفرق. اذا حنا باش نتجنبوا هذه الغازات نديروا خميره بلديه، نختاروا القطاني اختيار جيد تكون بلديه، زائد اننا نديروا الطبخ جيد، زائد اننا ناكلوا بشويه يعني وبتأني، زائد اننا ما تكونش المضغ قليل، يكون المضغ كثير 20 مره الفوق، وغادي فواغ غتشوفوا واحد الفرق اللي هو فرق كبير بزاف، وغيتبين لكم بان هذيك القطاني اللي كتاخذوها فقط كنا متهمينها بالغازات، مع العلم ان المشكل فينا حنايا. نعم. ناخذوا معنا المكالمه المواليه دكتور استاذ عفوا محمد الحلمي، ناخذوا معنا من دار البيضاء لاله ساره. صباح الخير لاله. صباح النهار، كدايرين لاباس؟ الحمد لله الله يطول عمرك. كدير الدكتور ديانا استاذ الحليم؟ لاباس الله يبارك فيك. لاباس الحمد لله. الله يخليك، بغيت نسولك. مرحبا دكتور. دابا انا عندي فقط الدم ياك، طلبت من الطبيبه ندير تحليله ديال الخزان، ولقيت هذاك الفيغيتين ناقص بزاف الحديد. ياه الهيموغلوبين شحال لقيتي؟ الهيموغلوبين لقيت 10.8. تخي بيان ناقص. الوغ شنو الاعراض اللي كنتي كتعاني منهم؟ العيا بزاف وتنحس بالدوخه. يلا شي حاجه تنبغي نقلك نعيا بزاف. شحال السن ديالك؟ 26. داكوغ، شنو نوعية العمل؟ جالسة في بيرو. عندك لو ستريس في النهار بزاف؟ لا. اخ داكوغ. ودابا نصحوني الناس باش ندير داك العدس نطحن مع يوغورت. بغيت نسولك واش صحي واش زعما غير صحي؟ جاوبك من دابا غير صحي. الوغ اسمح لي، مزوجة ولا مازال سيبها؟ لا مزوجة عندي بنية. ما تعرفش شنو النوعية ديال لو مويان كونتراسيبتيف اللي كديري؟ كديري عندك ستيريلي ولا دايرة الحكومة؟ ستيريلي. داكوغ نجاوبك ان شاء الله. هرمونال ولا ميكانيك؟ هرمونال عادي. داكوغ نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. خلاص من وليدي نهار اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضل. نعم. هاد النصائح لا تمت لي صله بالصحه ديال الكائن البشري. هاد الاشياء اللي كنقول للناس الله يعطيكم الخير، هاد الاشياء هادي نبعدوا عليها شي شويه. هاد النصائح حنا كنديروا واحد لافور، ولكن هاد النصائح مي كدور
كيولي واحد ليفوغ وبالدارجه كاين شي اشياء كتضربنا في الزيرو مي كندير لان نحن بصدد اننا نردوا المغاربه لواحد الثقافه الغذائيه المغربيه ديالهم. الناس اللي كيحاولوا يشوشوا الله يعطيكم الخير، هذا راه واجب علينا نديروه، نتعاونوا كاملين على هذا الواجب هذايا، ما نبقاوش حنا نوصلوا الناس لواحد المستوى. حنا الحمد لله المستمعين ديال ناد راديو كاملين هذه بدون استثناء عندهم ثقافه غذائيه، ولكن حنا الهدف ديالنا هو اننا نكسبوا المزيد من المغاربه باش انهم نحاولوهم نردوا الثقافه. حنا ما عندنا لا نقا ولا جمال في هذه المسائل هذه، غير لا نحمل اي قبعه تجاريه وكل شيء كيعرفنا، غير الله يعطيكم الخير هذه النصائح اللي كنعطيوها ما نبقاوش نشوشوا على الثقافه الغذائيه المغربيه، راه ماشي بهذه الطريقه كيتحل المشكل. واخا الاخت عندها 10 في الهيموغلوبين، 10 في الهيموغلوبين راه مشكل، علاش شنو كيوقع؟ اولا انا النصيحه اللي غنوجهها للناس اللي كيديروا هذا الستيريلي، الو الناس اللي سيروا عند الطبيب ديالكم وراجعوا هذا الشيء هذايا. عاده الناس اللي كيديروا ستيريلي عافاكم ديروا المراقبه سيرتو ميكانيكي، بعض المرات كيكون واحد النزيف، كتكون واحد الدوره شهريه اللي هي فيها واحد نسبه الدم زايده بزاف، الو هذا الشيء يكون مراقبه، ومي كتكون هاد لي بيرت هادوما وهاد الفقدان هذا، لان الجسم كيخرج منه واحد النسبه راه غينقص نسبه الحديد. علاقه بالموضوع هذه شحال كانوا المغاربه كنقولوا الا عندك فقر الدم خذ العدس، هاد النصيحه كاينه ولكن ماشي غير العدس، الناس كيقولوا خذوا لي زيبينار، لي زيبينار هاد لي الناس دابا كنبقاو نقولوا لبعض الاشياء، حنا في المغرب عندنا شي حاجه كثار من لي زيبينار، هو البقوله. البقوله تفوق هاد السبانخ ولا هاد لي زيبينار بواحد النسبه اللي هي كبيره بزاف، وماشي غير العدس اللي فيها الحديد، جميع القطاني فيها الحديد. والجميل ان الجميل في القطاني شنو هو؟ الناس اللي عندهم فقر الدم، هذا الاخت طرحت المشكل ديال فقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم. المشكل ديال فقر الدم الله يعطيكم الخير راه ماشي غير الحديد، المشكل ديال فقر الدم راه ليماتوبوييز، ليماتوبوييز كتحتاج فيتامين بي 12 وكتحتاج فيتامين بي 9 وكتحتاج الحديد وكتحتاج النحاس وكتحتاج الزنك. القطاني فيها فريق عمل ديال العظم، فيها فريق عمل ديال الدم، فيها فريق عمل ديال الدماغ، فيها فريق عمل ديال الانزيمات في الجسم ديالنا. الانزيمات في الجسم ديالنا مثلا الاس او دي سوبر اوكسيد ديسميتاز، كيحتاج المغنيسيوم، كيحتاج المنغنيز، كيحتاج الزنك، وكيحتاج النحاس، كاينه في القطاني. ها هو بالنسبه للجسم ديالك الخليه حاميه راسها، لا بالنسبه للانزيم الاول ولا الانزيم الثاني ولا الانزيم الثالث. الدماغ كذلك المعادن والفيتامينات جروب بي اللي كاينه في القطاني صديقه الدماغ. الدماغ كذلك الان ال دوبامين، ال دوبا اللي كتخذ على شكل ادويه كاينه في الفول واحد النسبه عاليه جدا. الشبع كذلك القطاني كتعطينا واحد الشبع نسبه كبيره. الجليتاتيون بيروكسيداز اللي كيحتاج الجسم باش يحمي راسو الخليه كيحتاج السيلينيوم، السيلينيوم كاين في القطاني. اذا القطاني هي صديقه كل الخليه في الجسم، ومنها الكريات الحمراء وانتاج الكريات الحمراء. اذا الكريات الحمراء كتحتاج هذا فريق عمل، فريق عمل كاين في القطاني، ولكن ماشي غنقول للاخت انا خذي القطاني لما غيبقاش عندك فقر الدم. هذه ليست بمعلومه علميه، علاش؟ لان شنو المشكل ديال فقر الدم؟ لان الناس كيديروا ستيريلي اما ميكانيك ولا هرمونات، خاصنا نعرفوا بلي الاو بي او لي ريتروبويتين هذا هرمون تنتجه الكليه يساهم في انتاج الكريات الحمراء. احنا كنديروا واحد ستيريلي اللي هو هرمونال، ممكن انه يكون قاصلي هذا الهرمون هذا، ممكن يكون قاصلي العديد من الهرمونات. اذا هذه الوسائل هذه ليس من اختصاصي اننا نهضر عليها، ولكن كنطالب الناس اللي مختصين يهضروا في هذه المسائل لانها مسائل حاسمه جدا. بالنسبه لفقر الدم لابد اننا نديروا الخميره البلديه، لابد اننا نوليو ناكلوا تغذيه جيده، لابد اننا نقصوا من الملح، وعاده ما كنسمعوش العلاقه بين الملح وفقر الدم. الملح عنده علاقه مباشره بفقر الدم، وهذا الشيء كنا هضرنا عليه بالتفصيل في الحلقه ديال فقر الدم. اذا اللي غنطالب الاخت انا انها تبع المختص اللي كتبع معاه ضروري، لان الفيريتين عندها ناقصه، زائد الهيموغلوبين عندها ناقصه. الا اضطرت انها دير واحد بروتوكول فيما يخص انها تزيد الحديد، هذا بل كيولي شر لا بد منه بعد ما نديرو، لان عندها عياء. والنظام الغذائي كيبقى ضروري مهما خدينا الادويه، الا ما قديناش النظام الغذائي، لان ملي كتمشي عند الطبيب كيقول لك الدواء خذه قبل او خلال او لا بعد ماذا؟ بعد الاكل. اذا لا بد من الاكل، ولا ما كانش واحد الاكل جيد بعض الاشياء اللي غنزيدوها باش اننا نمشيو نحو اننا نحسنوا الصحه ديالنا غيكون ما عندهاش الحلول. نعم نمشيو هذه المره للخميسات معنا السي عزيز. صباح الخير اسيدي. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك بالخير دكتور، كنشكرك بزاف. مرحبا دكتور، بغيت نسولك، انا هي القطاني اللي كتسخن كثير في هذا الوقت.
داكوغ نجاوبك ان شاء الله باذن الله. مرحبا. جزاك بخير دكتور، بغيت النمر ديال الهاتف ديالك. واخا سيدي نرجعوك للستوندار وتقدر تاخذ رقم الهاتفي ديال الاستاذ محمد الحليمي. نعم تفضل الاستاذ. نعم الاخ عزيز كيسول على الحراره، على القطاني اللي كتطلع الحراره في الجسم ديالنا. جواب مباشر هو ان جميع القطاني، وشوف سبحان الله الا بغينا ندقوا في الامور، اللحوم ما كتخاتش في هذا الفصل، فصل اللحوم، وقليل الناس اللي عرف هذه المساله، فصل اللحوم هو فصل الافراح اللي كيكون في الصيف، اما الان لا تؤخذ اللحوم، الان تؤخذ القطاني. غير بغيت نركز على واحد المساله، المخلوقات في الطبيعه كاينه نوعان، كاينه ذوات الدم البارد بحال الاسماك، الاسماك في بعض الاوقات كتكون الفتره ديال التكاثر ديالها، علاش؟ لان كتكون الحراره ديال التكاثر ديالها. الوغ ذوات الدم البارد، الوغ الحراره ديال الجسم ديالها كتمشي مع الحراره ديال الماء. حنا ككائن بشري وجميع الثدييات عندهم ذوات الدم الساخن، معناته ان الحراره ديالنا بين 36 و 37 ونص، هادشي يتغير على طول النهار، يتغير عند المراه مثلا في خلال الفتره ديال الدوره الشهريه، في البيك ديال لوفيولاسيون كتكون الحراره شويه طالعه، خلال الدوره الشهريه تتغير الحراره، المراه ملي كتوصل لسن الامل كتكون داك الصهده ولا اللي كنسميو البوفات شالور، يعني هناك بعض الاشياء اللي هي استثنائيه، اما بصفه عامه كاين حراره ثابته عند الجسم. الجسم شنو كيدير؟ الجسم عنده واحد وسائل يعني كبيره بزاف باش انه يدافع على هذه الحراره هذه. شوف مثلا في هذه الحراره، في البروده اللي كاينه دابا، الجسم كيدير لي فريسون تيرميك، الوغ انت كتشوف الى جاك البرد كتحس بالجلد ديالك كيتحرك، الوغ هذه وسيله راقيه من الشوف سبحان الله، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني الجسم عنده واحد الطرق عديده جدا. شوف غير ذاك الهواء اللي كندخلوا في الفم ديالنا، راه واحد الشوفاج في الفم ديالنا وفي الرئه ديالنا باقي ما وصلتلوش البشريه الان باش يخلي الجسم ديالك في واحد الدرجه حراره. شوف الناس الان دابا كتعيش في ناقص 50 درجه كاين بعد، لان شوف سبحان الله الجسم، والدليل هو انه يتاقلم الجسم. الانسان دابا الان ساكن في القطبين، وكاين بعض المناطق اللي كتوصل ناقص 40 ناقص 50 درجه الحراره. بمساله بسيطه، العين ديالنا هي ماء، الى مشينا يعني بقانون الفيزياء ان الماء خاصو يجمد في هذه المناطق، خاص العين الانسان ما يبقاش يشوف، ولكن يشوف سبحان الله العين فيها واحد الماده تحول دون تصلب ولا تجمد هذا الماء هذا اللي كاين في العين، كذلك في الجسم ديالنا. اذا الجسم كيدافع، ولكن باش كيدافع؟ بوسائل. انت مثلا غدافع خاصك وسائل، شنو هي هذه الوسائل؟ هي التغذيه. اذا الوسائل اللي كيطلع بها الجسم الحراره ديالو، كاين النشاط البدني اللي كيكون فولونتير اللي كتكون كتحرك والحركه، وكنوصي الناس في هذا البرد هذا تحرك والحركه، الحركه باش الجسم يسخن الذات ديالو باش تكون عندنا هاد لوميوستازي، والجسم ما يستنزفش الطاقه ديالنا. كاينين لي فريسون تيرميك، لان الانسان كيحس بواحد الرعشه ديال البرد، هذيك عاوتاني الجسم وسيله من الوسائل. وكاينه لو ميتابوليزم، ولو ميتابوليزم اترافيغ واحد الهرمونات كيتسموا لي كاتيكولامين، الادرينالين والنوردالين، ادرينالين زائد الهرمونات ديال الغده الدرقيه، هادو هما في الميتابوليزم اللي كيطلعوا لنا الحراره. ولكن باش؟ بالتغذيه. اذا القطاني عندهم تاثير مباشر، اقول تاثير متاثير مباشر على شنو؟ على لا تيرموجينيز ولا لا تيرمو ريغولاسيون، يعني المحافظه على ثبات الحراره في الجسم ديالنا. داكشي علاش الانسان الا كان كيفطر بالبصاره غيحس براسو باللي الحراره طلعت، زائد البصاره كنزيدوا له شويه الحار، الحار فيه الكابسيكوم او الكابسيسين، والكابسيسين كذلك كطلع لنا الحراره، زائد الانسان مثلا اليوم الانسان كاين اللوبيا كاين العدس كاين البصاره مع واحد صحن ديال الاسماك مثلا بجميع الانواع ديالها، غير ما تكونش مقليه مع واحد صحن ديال السلطه. وشوف الجميل انك انت ملي كتسبق القطاني، وهذا هنا المشكل ديال لي غاز، لان لي كومبينيزون اليمونتير، انا اللي غنصح الناس القطاني الله يعطيكم الخير ما ديروا فيها لا كرعين ولا شي ماده حيوانيه، خليوها القطاني، لان حتى هذا كيزيد في الغازات، زائد سبقوها بواحد الصحن ديال السلطه. علاش؟ لان السلاطه بجميع الانواع ديالها، بصله، ماطيشه، الخيار، الخس، كامله فيها حمض الاسكوربيك، لاسيد اسكوربيك او لا فيتامين سي. هاد لاسيد اسكوربيك كيمشي كياكتيفي لنا الانزيمات اللي كتقطع لنا البروتينات، منها البيبسين، وما غاديش يكون عندك غازات. اذا شوفوا الرقي، ملي كتكون انت كتاخذ وجبه فيها طبيصل ديال الشليضه، زائد طبيصل ديال القطاني، زائد واحد الصحن ديال الاسماك، كنكون انا متاكد
خديت واحد الوجبه اللي هي زائد خبز بالخميره البلديه وبالقمح الكامل، كنكون خديت واحد الوجبه اللي هي وجبه راقيه اللي غتحافظ لي على الحراره ديال الجسم ديالي، لان دابا راه كاينه الحوامض من جميع الانواع ديالها، والحوامض غنيه بالحمض الاسكوربيك، ماشي حيت كتبرد. مثلا غناخذ انا واحد الليمونه هي باردة ولكن التأثير ديالها هو تأثير إيجابي على لاتيرموجينيز، داكشي علاش الله سبحانه وتعالى عطانا في هذا الفصل هذا الحوامض زائد القطاني باش نجمعوا بيناتهم باش يكون عندنا واحد الوجبة اللي هي راقية ونحافظوا على دار نعاونوا الجسم، الجسم غادي يحافظ على الحرارة ديالو، غير هو شنو ربحتي وشنو خسرتي. ملي كنعطيو القطاني الجسم ما كيستنزفش القوة الأنزيمية ديالو، ملي كنعطيو أشياء أخرى اللحوم المقليات وهاد الأشياء كنزيدو الطين بلا، والجسم كيولي داك الساعة كيدير واحد ليفور واحد المجهود اللي هو زايد. نعم نمشيو هاد المرة لمكناس. معنا لالا إيمان. صباح الخير يا لالا. صباح النور يا لالا. صباح النور. الحمد لله، الله يطول عمرك بارك الله فيك. وي الله يخليك. بغيت نسولك على القطنيه، انا تنرطبها تنقيها ونغسلها مزيان تنرطبها تما كنطيبها في هذاك الماء، مابغيش نضيعو، كنقول بلي غادي يخرجوا بزاف ديال الاملاح وبزاف ديال المواد غادي يخرجوا لهذاك الماء، دونك كنطيبها في هذاك الماء. نعم. بالنسبه للسؤال الثاني، الاستاذ عطى اشاره على ان من لاسوسيسيون مع الكرهين يعني مع المواد الحيوانيه. نعم. البومي ما تكونش. نعم. مع بارفوا كنديروا الحمص بكرين، بارفوا نعدل مع شويه ديال القديده، المهم انا بغيت نعرف علاش واحد لاسوسيسيون ما خصهاش تكون. نجاوبك ان شاء الله باذن الله. نعم. نعم. اولا بالنسبه للطريقه اللي قالت الاخت انها كتغسل القطنيه وكطيبها في الماء ديالها، هذه جيد بالنسبه لي انا، ما كاينش مشكله، بالعكس نديروها، وهذه غير هو الله يعطيكم الخير، لان كاين بعض القطنيه كدير بعض الفقاعات فوق هذاك الماء، هذاك الفقاعات اذا كانت تحيد من الاحسن، مثلا الا درنا الحمص كيخلي بعض الفقاعات، هذاك الفقاعات من الاحسن نحيدوهم، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه اذا كان الاختيار، لان راه لي غاز اللي كاين دابا وهاد الغازات اللي كاين دابا راه السبب ديالهم قلت انا هو السبب ديال ان هذا الشيء ما بقاش اصلي، القطاني ما بقاتش اصليه، قلبوا على الاشياء البلديه وطبخوها بطريقه جيده وكلوها بطريقه جيده ويكون بالخبز الكامل بالخميره البلديه غتشوفوا واحد الفرق اللي هو فرق كبير. اذا جواب مباشر ان الاخت ممكن انها دير هذا الماء ديال اللي رطبات فيه، بيان سور الطريقه اللي هضرت عليها جيده، انها خاصها تغسل من قبل وتغسل مزيان على اساس بحال اللي راك غطيبها، زائد انا نحيدوا ذاك الا كان واحد الفقاعات الفوق نحيدوهم ونطيبوا، ما كاينش مشكل، طريقه جيده. السؤال الثاني بالنسبه للاخت، الجمع بين البروتينات، هذا مثلا الناس اللي كيديروا الكرعين في اللوبيا ولا هذه ولا الحمص، انا لا احبذ هذه المساله، اذا كانت استثناء ما كاينش مشكل، واحد المره مثلا في 20 يوم مره في الشهر نديروا الحمص بالكرعين ولا هذه، اما باش تكون بشكل يومي شنو كيوقع لنا؟ الجسم عنده واحد ما يسمى بعمليه الهضم، شنو هي عمليه الهضم؟ هو تحويل ما هو واحد السلسله كبيره الى ما هو واحد السلسله صغيره، حنا ملي كنعطيو هاد الكرعين وهاد الاشياء هي اولا من الاسباب الكثيره في ظهور الغازات عند الناس. الناس ما كيردوش البال لهذه المساله هذه، اللي كندير الكرعين مع هذه الاشياء هذه، لان طريقه الهضم تختلف تماما وكتسبب لنا ما يسمى بتلبكات معويه، اذا باش نحسموا لا كومبينيزون، هذه نعقلوا عليها، لا كومبينيزون اليمونتير، الجمع بين الاغذيه مهم جدا، القطاني لا تجمع مع اي ماده حيوانيه، اذا سمعناها في شي قريناها في شي مقال ولا هذه الاشياء يكون استثناء، اما كل مره نجمع انا بين القطاني وبين واحد المصدر الحيواني اللي هو مثلا الكرعين ولا مثلا كل واحد شنو كيدير، كاين اللي كيدير التقليه، كاين اللي كيدير هذه الاشياء هذه، انا لا احبذ هذه المساله هذه، الا بغيتي تاخذ واحد الغذاء وتستفد منه كدر على درجه الاستفاده، اما في المذاق فكل واحد والمذاق ديالو، اما درجه الاستفاده يجب انها تكون القطاني وحيده وتطيب بالطريقه اللي هضرنا عليها، وغادي تشوفوا بان ما غاديش تكون هذه الغازات، حتى احنا كائنات راه حنا كنعيشوا بحال الناس، انا شخصيا والاسره ديالي وهذه ما عندناش هذا المشكل الغازات تماما، لما كنسمعوا هذا المشكل كنقولوا بحال الا حنا وقلنا في شي كوكب اخر، مع العلم اننا فقط نحترم اشياء القطاني ما كنديروش مع المصادر الحيوانيه، كنطيبوها بطريقه جيده، كنمضغوا بطريقه جيده وكنديروا الخبز بالخميره البلديه، يعني فقط باش هكا نهضروا باننا راه حنا نتحدث وانا اتحدث كوني كائن بشري بحال الناس، يعني فاش كتكون شي حاجه راه كنقولوها، ما هاد القطاني هادوما هاد النسبه ديال ان القطاني ربطناها بالغازات فيها بعض الامور تشويشات من مصادر اللي هي مصادر كتبغي تضرب هاد القطاني، ولكن الحمد لله انا كنقول للمستمع المغربي والمستمعه المغربيه راها ذكيه والذكاء الحمد لله من شيمات المغاربه. نعم. نعم.
ناخذوا معنا مكالمه مواليه هذه المره من قنيطره. سي جمال صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور رجاء. الحمد لله. كيفاش كلشي مزيان؟ الحمد لله. قول لي عندي واحد الوالد ديالي مصاب بالسكري. نعم. واش هاد القطاري مزيان الاولى؟ نجاوبك ان شاء الله باذن الله. يعني عنده السكر مقاد شحال شحال كيلقى السكر؟ كان واصل 3 غرام ياك. كيدير على الوالدين ولا لا دابا نورمال دابا نورمال ياك. شحال عنده السكر دابا؟ دابا عنده غرام فاصله تقريبا شي 5 المهم نقول غرام وشي حاجه. اييه. واخا كنا درنا واحد الاوبيراسيون كنا حيدنا واحد الصبع. اييه. ودابا الله يجازيك بخير انا كان شي وصفه اللي يتباعها وعلى اساس واخا نجاوبك ان شاء الله باذن الله. الله يرحم لك الوالدين السي. نجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا مرحبا. نعم تفضل. هو اولا احنا لا نعطي وصفات فقط الناس راه كيعرفوا المبدا ديال البرنامج خصوصا هذا البرنامج هذا لا نعطي وصفات احنا نعطي فقط نظام غذائي ونذكر الناس بالنظام الغذائي اللي كانوا كيديروه احنا كنعطيو معلومات اللي ربما المغاربه كلهم كيعرفوها فقط كنقولوا هذه المسائل وكنعزوها شي شويه بالجانب العلمي باش كومسا هكا لان الملائكه كتقول ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. مزيان اننا نهضروا على الرحمه الله سبحانه وتعالى ونربطوها بالعلم هذه مساله مهمه جدا. بالنسبه للناس اللي عندهم سكري واش ياخذوا القطاني ولا ما ياخذوش؟ لان بعض المرات ماشي انا كنعاتب اي واحد ولكن بعض المرات ما كيكونش غير الجواب غير محله حتى السؤال ممكن يقولوا السؤال غير محله. كاين ناس كيطرحوا عليا السؤال واش مريض السكري ياخذ مثلا القطاني؟ هذا ليس السؤال يتعلق بهذا الشخص هذا بشنو التحاليل الطبيه ديالو؟ شنو الخزان ديال السكر ديالو؟ شحال نسبة السكر عنده؟ واش كيتحرك ولا ما كيتحركش؟ واش عنده نظام غذائي جيد ولا ما عندوش نظام غذائي جيد؟ وهذا الشيء هذا اللي ما نقدروش نديروه حنا في الهاتف، وهذا الشيء هذا كيبقى مهم جدا، إذا غنصح الأخ أنا هو يتصل إن شاء الله ياخذ الهاتف ديالي، كوم سا كنشوفوا هذه الحيثيات كاملة، عاد ممكن نقولوا لا ما نقولش أنا مريض السكري، لا ما تاخذش القطاني، لا غنظلموا. كاين الناس عندي حالات الان ممكن ياخذوا القطاني ما كاينش مشكل وكاين حالات اللي ما خاصهمش ياخذوا القطاني اذا صادبوا لان قال الاخ انه دار عمليه على ديال الاب ديالو على الصبع ديال رجلو اكيد غيكون عنده البي ديابيتيك في ديابيتيك ما كيجي الا ملي كتكون نسبه السكر اللي هي طالعه 2 غرام 3 غرام ديما هذه المساله هذه ما هذا الشيء هذا كيبغي اننا نتعمقوا في الملف ديال الشخص باش نعرفوا واش هذا المشكل ديال السكري ممكن ياخذ القطاني ولكن عاده الناس ديال مرضى السكري عطاهم القطاني ما كاينش مشكل وبواحد النسبه اللي هي اكثر مما يتصور الناس. غير واحد الملاحظه قبل ما تفوتني هي ان الناس اللي عندهم القصور الكلوي كنخافوا من نسبه البروتينات اللي كاينه في القطاني للاسف وكنخافوا بنسبه البوتاسيوم داكشي علاش يردوا البال هاد المسائل حسب عاوتاني لا كليرونس حسب واش وصل لهاد المريض لانه يدير التصفيه ولا مثلا ما وصلش يعني سا ديبون حسب الملف ديالو ولكن عاده الناس اللي عندهم القصور الكلوي للاسف كننقصوا لهم واحد النسبه كبيره من نسبه القطاني. نعم. ناخذوا معنا هذه المره مكالمه مواليه من سيتوان سي عبد الرحيم. صباح الخير يا سيدي. صباح الله. صباح النور. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. بخير سيدي لاباس عليكم. الحمد لله الله يعطيك الخير. دكتور انا عندي واحد المشكل بالنسبه لي انا عندي في ضغط الدم. اها. وكنعمل مثلا واش يجوز لي نعمل زيت الزيتون مع القطاني. اييه. نعم. دكتور. تفضل. تفضل. قلت لك زيت الزيتون. اها. واش يمكنني نستعمله مع القطاني؟ جيد نجاوبك ان شاء الله باذن الله. نجاوبك ان شاء الله. الله بارك الله فيك دكتور. نجاوبك ان شاء الله باذن الله. مرحبا. نعم هما زيت الزيتون يجب ان تستهلك مع القطاني. لا في الطياب ولا من كونكونو انا بعدا شخصيا كتعجبني انا القطاني كلها مع زيت الزيتون. بالنسبه لعلاقه زيت الزيتون بضغط الدم، زيت الزيتون فيها مواد منها تيغوزول وليدغوتيغوزول. الوغ الناس اللي عندهم الضغط الدموي ودابا نيت راه باقا الزيت شي شويه طريه، خذوا عفاكم هذاك الزيت اللي كيكون فيه هذاك المذاق المر، ماده الاولوغوبيين، هذه ماده سبحان الله راه معجزه الانسان ما ردهاش البال. الوغ زيت الزيتون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. يعني راه القران دق كثيرا في هذه الماده هذه، ماده الاولوغوبيين، ماده الليدغوتيغوزول، ماده التيغوزول، هذه جيده جدا، اقول جيده جدا للمرضى اللي عندهم الضغط الدموي. كذلك اوراق ديال زيت الزيتون، كاين الناس دابا كيديروا الشاي، ماشي وصفه،
شاي مع اوراق زيت الزيتون. جدودنا هذه شحال كانوا كيكون غادي خارج كتلقاه هز، ما كناش كنلقاو له في السير، كنلقاه هز واحد نص زيتون، زيتونه كانت في الباب ديال الدار، الناس كان عندهم زيتون في الباب ديال الدار وسط الدار، عندهم الزيتون، عندهم الرمان، عندهم الداليا، عندهم كيهز ورقه ديال زيت الزيتون وكيغسلها وكيديرها في فمو. الوغ بالنسبه لهاد المساله هذه طريقه يعني راقيه جدا. علاش؟ لان حتى الورقه فيها هاد المواد هذه. بالعكس بالنسبه لي انا ضغط الدم وزيت الزيتون مع القطاني بالنسبه لي انا ما كاينش مشكل بين جمع الاشياء. والناس هذه شحال في قديم الزمان كانوا خداو القطاني كلها كانوا كياخذوها بزيت الزيتون. نعم. نمشيو هاد المره لمراكش. لفاطمه الزهراء صباح الخير. صباح النور. مرحبا. الحمد لله. الله يطول عمرك. ديري الحمد لله. كدير دكتور؟ الحمد لله. عافاك. انا كنت كان عندي واحد السؤال بالنسبه للي غاز مع علاقته مع القطاني. مع جاوبنا الدكتور غنسول عندي وليد عنده 7 شهور وعنده مشكل في الكلاوي. دابا تندخل ليه الماكله، واش ممكن بحال الدراري ندخلوا ليهم القطاني؟ خصني نعرف شنو المشكل بالضبط ديال الكلاوي اللي عند الطفل ديالك. داكشي اللي بغيت ناخذ نمرة التليفون ديالك ونهضر. واخا ان شاء الله. مرحبا. مرحبا. الله يجازيك بخير. نبقاو دائما في نيس مراكش. ناخذوا معنا لالا عيشة. صباح الخير يا لالا. صباح الخير يا لالا. مرحبا. صباح الخير. الله يجازيكم بخير. اهلا وسهلا. تفضلي. دكتور صباح الخير. اهلا وسهلا. الله يعطيك الصحة دكتور. بغيت نقول لك انا عندي مسران طويل بزاف. تفضلي. وملي كنت صغيرة كانوا كيعطوني دوك لي لاكساتيف وديكشي. ايه. كيفيد تضر لي مطراني. دابا لي لاكساتيف يعني باش تكون باش يكون خروج الفضلات باش المستمعين يفهموا. نعم. دابا كنت واحد في 93 كنت فتحت كانت تنجيم فيستور مع لي زيموغويد. دابا الحمد لله، ولكن هذا المشكل تلاقى بالنسبة للقطاني. ومع حتى ملي قلتي لا سلاد، انا الا خديتي سلاد مثلا مطيشه والبصله كتدير لي ليكاز. بالنسبه للخميره البلديه راه يلاه بديتها. جيد. يلاه شهر هذا. نعم. الوغ غادي تداومي عليها ان شاء الله باذن الله، غادي نجاوبك ان شاء الله، غادي نجاوبك. وبغيت نسولك الله يعطيك الستر، بحال اللوبيا البيضاء البلديه انا كنطيبها بي بالكمون والثومه. واش مزيان؟ واخا نجاوبك ان شاء الله باذن الله. شكرا. مرحبا. ان شاء الله. مرحبا. تفضل الاستاذ محمد الحليمي. نعم، هو جيد الطيبه بالكمون والبصله والثومه ما كاينش مشكل. الثومه واحد الغذاء اللي هو توا فيه بلدي، توا خاصنا نختاروا بلدي. العطريه كذلك، لكن الناس اللي كيطيبوا القطاني شوف شحال من عامل نسيناه وكان واتهمنا غير القطاني بانها كدير لي غاز، مع العلم ان العطريه حتى العطريه خاصنا نردوا لها البال، لان العطريه دابا راه كاين فيها واحد بعض الاشياء، لان الانسان مشى بعيد فيما يخص المسائل ديال الغش. هذا ماشي الدور ديالنا، كاينين الحمد لله الناس اللي كيراقبوا هاد المسائل هذه. الوغ الطريقه اللي كطيب بها الاخت ما كاينش مشكل. المشكل اللي عند الاخت ان عندها المصران كيكون كيسميوه مصران طويل. هنا بغيت نركز على واحد المساله، الله يعطيكم الخير. هي ربما الناس غادي تجيهم شي شويه غريبه. الناس اللي عندهم المرحاض كنسميو حنا بلدي ولا رومي. الطريقه للجلوس على المرحاض الرومي هي طريقه لا تمت لصله للجسم انه يخرج الفضلات. هذه مساله غادي نديروا لها حلقه خاصه ان شاء الله. يعني اغلبيه ديال الناس اللي عندهم القبض بالطريقه اللي عندهم القبض الان، المشكل شوف الحضاره شنو جابتنا. الحضاره ما يعني انا كنظن ان اشياء اللي هي الصحه ديالنا ما فكرناش فيها. الوغ الناس اللي عندهم مشكل ديال الكونستيباسيون، النصيحه اللي غنعطيها للاخت هنايا هو هاد المشكل ديال لي غاز اللي كيكون، لان المشكل ديال لي غاز كيكون مشكل كبير. كيفاش خديتي الطريقه اللي خديتي شنو خديتي عاد زيد هاد الفضلات واش خرجوا من الجسم. لان الفضلات حنا خليناها طابو، مع العلم انها ليست بتابو، خاصنا نهضروا فيها. هذه المساله هذه خاصنا نحسموا فيها، وان شاء الله غادي نديروا ان شاء الله سلسله حلقات غتوصل حتى 3 ولا 4 الحلقات فقط على القبض على لا كونستيباسيون، باش نحلوا هذا الطابو باش ما يبقاش طابو، لانه مشكل كبير جدا. اذا الناس اللي عندهم الله يعطيكم الخير، بالنسبه للنصيحه اللي عطي الاخت، ما كاينش مشكل في القطاني، بالعكس القطاني فيها الياف. والجميل شنو ان فيها الياف متخمره والياف غير متخمره. الناس غيقولوا شنو الالياف المتخمره؟ كتعاوننا البكتيريات الميكروبيوت باش انها تقاد راسها، لان عندنا 2 كيلو ديال البكتيريات في الامعاء. الالياف غير متخمره كتعاوننا ان هاد الفضلات يخرجوا من الجسم، يعني الفضلات راه بحال واحد شرف الله وقدركم واحد الاناء ديال الزبل اللي عندنا في الدار، راه خاصو يخرج. الا ما خرجش راه كيكون مشاكل. زائد ان ما بقناش الوقت باش نهضروا على الفوائد الكثيره من القطاني، كنز من الكنوز.
فيها دي فيتوستروجين اللي كيعاونوا المراه اللي كيكونوا كينظموا الهرمونات خاصه المنافسه ديال الاستروجين. فيها لي فيتوستيرول اللي كينافسوا الكوليسترول في الجسم ديالنا. فيها السيلينيوم اللي كيحتاجوا الجسم ديالنا في الانزيمات باش انها تدافع على راسها خاصه غليتاتيون بيروكسيداز. فيها الاملاح المعدنيه اللي كيحتاجها سوبر اوكسيد ديسميتيز هو ال1 و2 و3. فيها فيتامينات جروب بي اللي كيحتاجها الدماغ. غير فقط نصيحه باش ما ننساهاش الناس اللي عندهم لو فافيزم. لو فافيزم هو حساسيه الفول. الناس اللي عندهم مونك ديال جي 6 بي دي واحد الانزيم سميتو جي 6 بي دي الاحسن يبعدوا على الفول يحيدوهم تماما. القطاني كذلك تخلينا الانسان يشبع واحد الناس درجه كبيره من الشبع. كذلك لي بيغين الناس اللي عندهم لاغوت الناس اللي عندهم مشكل ديال النقرس لي بيغين ماشي بحال المصادر الحيوانيه. راه الا كنا نقصنا المصادر الحيوانيه ممكن ناخذوها ما كاينش مشكل. جو بونس ان الفوائد ديال القطاني لا تعد ولا تحصى وماشي انا اللي كنقول. الله سبحانه وتعالى كيقول بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. في الاخير لو سمحتي استاذه سكينه في خلال البرنامج كنعطيو المواعيد المقبله. اذا الموعد المقبل ان شاء الله غادي يكون في مدينه سيدي بنور نهار 28 في الشهر السبت المقبل في مركب الثقافي بسيدي بنور على الساعه الثالثه ان شاء الله. غيكون الناس ديال سيدي بنور حتى هما عندهم موعد ان شاء الله مع المحاضرات وان شاء الله في انتظار اننا نمشيو للمدن الاخرى ان شاء الله. اذا سيدي بنور ستخرج ان شاء الله نهار السبت 28 في المركب الثقافي ان شاء الله باذن الله. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد الشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الحليمي على كل هذه المعلومات واكيد انه الموعد متجدد بك باذن الله في نهايه اسبوع وحلقه يوم الجمعه. شكرا لك وكنتمنوا لك بدايه اسبوع موفقه. كنشكر سيد عقال رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه شوبي في استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه. صبيحه سعيده كنتمنى لكم على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. ما تنساوش موعدكم بعد لحظات.